اعمل عجينه بقى بتاعت الايه؟ الرافيولي. احط كميه من كوبايه من الدقيق درجه واحد نمره واحد جميع الاستعمالات، واديهم دقيق سميد ناعم، السميد بتاع البسبوسه الناعم بالشكل ده كده، واروح حاطه سنه من الملح، وامكس الكلام ده كله، اروح جاي مكسه الدقيق العادي بس يكون درجه اولى مع دقيق السميد زي ما انت شايف كده قدامك اهو، واروح حاطه سنه ملح، وعندي اربع بيضات انزلهم بيضه بيضه عشان نعمل عجينه الريفيولي يا بوسي. ماشي، واحده واحده اهو. دقت الريفيولي ولا لسه؟ لسه. من هنا مش شايفه البسط. هدوق. مكسي كويس اهو. عايز الخليط ده رملي كرامبل، العجينه دي رملي. هو انت جايب الرافيولي انت اللي عامل العجينه ولا؟ انا اللي عامل العجينه اهي. اه اهي، لان دي فريش مش رافيولي. مش جاهزه. مش جاهزه لا. اهي بص قدام عجينتها. كميه من الدقيق الابيض درجه اولى جميع الاستعمالات، قدهم دي سويت ناعم، سنه ملح، اربع بيضات. احط البيضه الرابعه. برافو عليك. تمام؟ حلوه. ايه رايك فيها؟ تحفه. تعالي بقى ايه؟ بجد حلوه. بصوا يا جماعه، هي مكرونه شيف حسن عاملها فروم سكراتش من العجينه في البيت، ومحشيه سبانخ وجبنه. شايفينها؟ حلوه قوي، خطيره، جربوها. العجينه بعد ما اتعملت كده يا هشام مستر غريب، سنه زيت زيتون بس صغيره كده تنعم لي العجينه. تمام؟ اهم حاجه تبقى ايه؟ العجينه مسمغه. اريحها نص ساعه بره الثلاجه، بس تكون مغطيها ببلاستيك فيلم او فوطه نظيفه. انت مش هتقلب طبق السلطه سلطه؟ حالا، مش هبكسه. ليه؟ عايز اسيبه في سيبرت كده، في ناس بتحب الطماطم الشيري كتير، في الفلفل كتير، كل واحد ياخد العجينه. خلاص يبقى انت عامل واحد كده، اللي عايز يقلب يقلب. بالظبط كده. بص العجينه، بص عامله ازاي؟ كميه من الدقيق قدها من السميد، سنه ملح، اربع بيضات. يعني دي طريقه عمل عجينه البكرونه في البيت. دي مش المكرونه، ده الرافيولي. طب ما ايه مكرونه؟ المكرونه بقى كيلو دقيق، 10 بيضات، معلقه زيت زيتون، معلقه ملح. وعندك القطاعه، المكنه بتاع القطاعات دي تريحيها برضه نص ساعه وتفردي. تقدري تعمليها اسمر، حط لها حبر الحبار مكان بيضه، او تحط لها ميه بنجر تطلع حمراء، او سبانخ تطلع بستاش. اوكي. البسطه. غير دي الرافيولي كمان فيها دي سميت اللي هو السوميليه، دي هي مختلفه عن العجينه بتاعت البسط. ماشي. بص بقى يا بشبش، اهم حاجه المقادير زي ما انت شايفه كده قدامك اهو، كوبايه كبيره من الدقيق الابيض، كوبايه كبيره من السيدي الناعم، اربع بيضات، سنه ايه؟ ملح، وسنه زيت زيتون. يا شيف مشاهدتنا العزيزه ساره، سنه اولى مطبخ الظاهر، فكل يوم تبعت تقول يعني ايه ابيض البيض اللي الشيف عمال يقول عليه. بتفصل الابيض البيضه، بتفصل الابيض البياض يعني يا ساره. بس اهم حاجه تجيب بولتين تنشفهم صغيرين ما يكونش فيهم ميه، وتكسر البيضه، تشيل الابيض الاول على الاصفر، وتدخل الابيض التلاجه لو هتعمل مرنج. نفصلهم ازاي؟ هجيب لي، هات لي بولتين يا محمد، هات لي بيض بس هات لي العجينه الاول. ورينا ازاي. حاضر. طب من عينيا الاثنين. تعالي بقى نعمل ايه؟ اول حاجه حشو باللحمه العصاج. حط هي الحشو اول حاجه اهو، معلقه زيت زيتون صغيره، احط بصلايه زي ما انت شايف كده قدامك اهو. لا لا، هايل اللي انا وشايفه. سنه ثوم عشان اعمل لحمه عصاج، كل تفاصيلك كده قدامك اهو. ده شغل فنادق. من هنا وشايفه يا باشا. تعالي بقى احنا ريحنا العجينه، هبدا هنا اعمل حشو الايه؟ اللحمه العصاج، واعمل هنا حشو الايه؟ السبانخ بالجبنه. احط مكعب زبده زي ما انت شايفه هنا للايه؟ للسبانخ مع الجبنه. احط بصلايه صغيره، احط فص ثوم زي ما انت شايف كده يا استاذنا، وابدا امكس عشان اعمل الحشوين بتاعنا بعد ما عملت الطبق بتاع ايه؟ الباستا سلطه. وفي نفس الوقت علق على الصوصات، عندي صوص ده هنا للسبانخ، حطيت زي ما انت شايفه كده قدامك، واجهز ميه سخنه بتغلي عشان ابدا اسلق. احط فيها سنه ملح وسنه زيت برضه، واسيب الميه تغلي لحد ما اعمل العجينه واحشيها بالسبانخ او بالجبنه الروكوتا او بالسي فود. يعني حشواتك دي اعمليها زي ما انت عايز. يبقى انا حطيت هنا ماده دهنيه زيت زيتون، حطيت بصل وحطيت ثوم.
الله عليك يا كنز، اهلا بستات. يا صباح الفل. سنه بسيطه، لحمه مفرومه اتبلها ملح وفلفل اسمر، اهم حاجه شويه ايه؟ قرفه. تعالي كده اهو عصجيها، وفي نفس الوقت هنا عندي البصل دبل مع الثوم، احط السبانخ واسيبها تاخد الحراره بتاعه البصل والثوم، هتلاقيها ايه؟ دبلت خالص. وانا بعمل الكلام ده كله اعلق على الصوص الابيض واعلق على الصوص الاحمر. سنه من زيت الزيتون عشان الصوص الاحمر، بصله صغيره يا تفاصيلك، تومايه ده الايه؟ للصوص الاحمر، مش للايه؟ مش للريد صوص، مش للصوص الاحمر. ده الاحمر وده الابيض هنا، تعالى هنا عندي برضه. يبقى اللحمه العصاج ماده دهنيه، بصل، سن الثوم، حطيت لحمه مفرومه، هتسقي البهارات بتاعتها عشان تبقى ايه؟ جاهزه عندي وبردها. يبقى انا علقت